وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. إذا نرحب بك في نشرة الأخبار دكتور. بداية، حققتم مؤشرات أداء إيجابية بقطاعي التحول الإلكتروني والعمليات والحوكمة خلال النصف الأول من العام 2024. هل لك أن تطلعنا على أبرز العوامل التي ساهمت في حصدكم لهذه المنجزات؟ في البداية طبعا حبيت أشكركم وأمسي عليكم على أعزائنا المشاهدين بالخير. طبعا هناك عوامل عديدة ساهمت في حصدنا لهذه المنجزات، يمكن أولها دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللي دائما يوجهنا لضرورة مواصلة تنفيذ عمليات التحول الرقمي والاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة. وهناك طبعا متابعة مستمرة نحظى بها من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنيات المعلومات. إضافة إلى ذلك طبعا أكد على التعاون اللي يربطنا مع الجهات الحكومية وإيماننا المشترك بأهمية دعم عمليات التحول في شتى القطاعات الحكومية، ولا ننسى طبعا الإشارة إلى ما بذلته الفرق العاملة في الهيئة من جهود متميزة ومتواصلة على مختلف مشاريع قطاعي التحول الإلكتروني والعمليات والحوكمة خلال النصف الأول من العام الجاري، واللي عززت طبعا سرعة إنجاز كثير من المشاريع لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة. نعم دكتور، ما هي أبرز مؤشرات الأداء الإيجابية التي حققها قطاع العمليات والحكمة وقطاع التحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام 2024 تحديدا؟ طبعا على صعيد قطاع العمليات والحكمة يمكن تمكننا ولله الحمد من تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الإيجابية، يمكن يعني نختصرها في مجموعة بسيطة، واللي هي طبعا الانتهاء ولله الحمد من رابط 40 جهة حكومية ببحيرة البيانات والتي تحوي أكثر من 72 مجموعة من البيانات. يمكن هذه منطلق جيد ستسهم من خلاله الهيئة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني القائم على الاستثمار للبيانات. ويمكن شهدنا أهمها إطلاق منصة بنك المعلومات العقارية، تم ولله الحمد كذلك تدشين حزمة من الخدمات الجديدة في منصة بنايات، وهي منصة خاصة حق تراخيص البناء. أضفنا رخص الإضافات الكبيرة، رخص الإضافات الصغيرة، ورخص المشاريع الحكومية، وخدمات الإعلان وأشغال الطريق. ولله الحمد هذه السنة كذلك تمكننا من تدشين مشروع الأطلس النباتي، واللي ولله الحمد حصد جائزة المدن الذكية عن فئة الابتكار في مجال الأمن الغذائي والتقنيات الزراعية، واستلمنا الجائزة خلال حفل افتتاح النسخة السابعة من قمة البحرين للمدن الذكية. كذلك دشنا مشروع ترقية البنية التحتية حق شبكة البيانات الحكومية، واللي راح تساهم بشكل كبير في تحسين طرق تبادل البيانات بشكل آمن بين الجهات الحكومية. وعلى صعيد الإحصائيات والمؤشرات الإيجابية، لقد بلغ عدد الأشخاص المسجلين بنظام المفتاح الإلكتروني منذ تدشين النظام حتى النصف الأول من العام الجاري حوالي 768 ألف مستخدم، وبلغت عمليات الدخول الناجحة أكثر من 14 مليون دخول صحيح خلال النصف الأول من العام. ولله الحمد كذلك انتهت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات من مراجعة أكثر من 100 مشروع استراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات مقدم من أكثر من 30 جهة حكومية وبتكلفة تقديرية تفوق 34 مليون دينار بحريني، شملت مشاريع طبعا متعلقة بتطوير البنية التحتية ومشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية. ومثل ما ذكرت طبعا على صعيد التحول الإلكتروني، وهناك أكثر من 700 خدمة إلكترونية على مختلف القنوات الرقمية متاحة للاستخدام، ومواصلين إن شاء الله الإنجازات في النصف القادم إن شاء الله من السنة. نعم دكتور خالد أحمد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.